مرحبا ملايين مشاهدينا وبكل من يتابع برنامج 7 على 7 المحمل بالمواضيع المتنوعة واللي نطل عليكم من الأحد للخميس نسلط فيها على أخبار الدولة سواء داخل الدولة أو خارجها. وخلوني أمسي على زميلتي مروة مروحة التي يسعد لي مساك. يسعد مساك سهام وحمد الله على سلامتك. الله يسلمك. وحشتينا حبيبتي نورتي مشاهدينا. أرحب فيكم في حلقتنا اليوم من برنامج 7 على 7 ويانا اليوم مواضيع متنوعة ومتعددة وإن شاء الله بنبقى وياكم لين الساعة 8:30 بإذن الله. شو عنا مواضيع اليوم؟ مواضيعنا اليوم متنوعة بس أنا بسألت سؤال، قد مرة تعرضتي لنصب أو جتك رسائل وهمية؟ أغلبية الأشخاص فعلاً أن يانا مسجات نصب واحتيال أن ادفعي شيء أو عطينا الآيبان مال مع الرقم هذا السري مال البنك. وأنت وايد تينا رسائل بس أنا دائماً يوم أشوف أطنشها فعلاً. بس أكثر شيء أنا أخاف من الروابط، يعني يكون في مسج ويكون معاه هذا الرابط على طول أمسح دليت، يعني بدون ما حتى أني أفضل. أتعمق بالرسالة أفضل كلها. صحيح أكيد أحسن. وأكيد طبعا معانا خبر مشاهدين، حيث دعت القيادة العامة لشرطة الشارجة الأفراد في التعامل أو مع التعامل مع بعض الرسائل النصية والتي ترد إليهم مشاهدين من مجهولين على هواتفهم الخاصة يدعون أنهم الموظفي البنوك بحجة تحديث بياناتهم المصرفية وكذلك تحمل أرقام وشعارات البنوك التي يتعامل معها. إلا أن بعد التأكيد من مصدر تلك الرسائل مشاهدين عبر القنوات المصرفية الرسمية وأكدت أرسال بعض الجهات المجهولة رسائل نصية أو عبر البريد الإلكتروني يطلبون فيها من الأشخاص معلومات تتعلق بحساباتهم المصرفية كذلك وأرقام بطاقات السحب الخاصة بهم، حيث أن يتم استغلال هذه المعلومات في الدخول إلى حسابات وسرقة أموالهم. مروة فعلا المفروض ننتبه من هذا الشيء. وأيضا دعت القيادة العامة لشرطة الشارجة الأفراد من عملاء البنوك إلى تجنب الإفصاح عن بياناتهم الشخصية والبنكية لأي جهة كانت وأن يبادروا بتخليص معاملاتهم البنكية من خلال نوافذ الخدمة اللي تتيحها لهم البنوك اللي يتعاملون معها أو من خلال التطبيقات الرسمية عبر الهواتف الذكية، وذلك لضمان عدم تعرضهم للنصب والسرقة من قبل بعض النفوس. وأكدت شرطة الشارجة متابعتها بيقظة مثل هذه الجرائم وضبط مرتكبيها داعية عملاء البنوك الذين يتلقون مثل هذه الرسائل إلى تجاهلها تماما وعدم التعامل معها بأي صورة من الصور، وفي حال تعرضهم لتلك المحاولات عليهم الاتصال بفرع جرائم التقنية على الأرقام الموضحة أمامكم الحين على الشاشة. أكيد مروة، طبعا في أكيد ناس بعد على فكرة كانوا ضحايا لهذه الرسائل في كثير، طبعا توردنا أخبار وكذي عبر الأخبار أن في فعلا ضحايا. نعم. مع أن ما شاء الله الدولة دائما والشرطة كوزارة الداخلية دائما يوضحون أن فعلا لازم الواحد يتجنب هالرسائل، بس للأسف بعض يعني الضحايا بعضهم موجودين لأن يمكن ما عندهم هذا الوعي، مع أن نعم. دوم القيادة وأيضا الشرطة تنبه تحاول قدر الإمكان أن ينبهون الناس أكيد. ولكن بعض الأشخاص يقعون في هذا الفخ، بس الحمد لله يعني في النهاية أن النسبة قليلة جدا النسبة إذا قلنت بالضحايا بالناس اللي عندهم وعي. هذا الوعي أكيد. مشاهدينا طبعا مواضيع أنا متنوعة في هذه الحلقة، بنبدأها بالبداية على بلدية أو بنسلط الضوء على بلدية دبي تبدأ تشغيل محطة معالجات النفايات السائلة الخطرة، وأيضا بنتحدث عن الاستخدام الآمن للإنترنت وهو موضوع وايد مهم أكيد. أيضا يا سهام أكيد، وبنسلط الضوء كذلك على حملة صحة وسياحة وأيضا البرامج التلفزيونية للأطفال بنتحدث أكثر عنها عن اليوم أكيد، وبنسلط الضوء كذلك مشاهدينا على ندوة رؤية القصيدة، وبنتحدث عن منظومة جديدة لجهاز سهل في شرطة أبو ظبي أكيد، وتسليط الضوء على منظمة التوست ماسترز. التوست ماسترز كنا قبل الهوى ياسين نقول أنا وسهام إن شاء الله ما تنقع فيها علشان لكن شوي يعني علقت أكيد أكيد. مشاهدينا في موضوعنا الأول بتكون أول سلط الضوء مثلاً بداية على بلدية دبي التي تتحدث عن تشغيل محطة معالجة النفايات الصناعية السائلة الخطرة بمنطقة جبل علي، وذلك كأول محطة مجهزة بآخر ما توصل إليه العلم من تقنيات وتكنولوجيا حديثة متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية. مروة فعلاً، وبنتعرف أكثر على هذا الموضوع من التفاصيل ويانا الحين عبر الهاتف الأستاذة عليا علي المرزوقي ضابط دراسات إدارة النفايات في بلدية دبي. أهلا مرحب فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. مساء النور. كيف الحال؟ مساء النور حبيبتي. خبرينا أستاذة عن سبب اختيار منطقة جبل علي لإنشاء المحطة عليها.
اولا حابة اشكركم ان انتم قاعدين تسلطون الضوء على هذه المنشأة، لان هي فعلا فريدة من نوعها. السبب اللي نحن اخترنا المكان ان احنا من 1998 كان عندنا هاي المنشأة اللي هي معالجة النفايات الخطرة في منطقة جبل علي. وسبب الاختيار كان لانها قريبة من يعني المناطق الصناعية في إمارة دبي. وايضا يعني المكان مجهز ومهيئ من ناحية التمديدات والى اخره. نعم. استاذ علي، اذا تكلمنا عن المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية التي تم دراستها لانشاء مثل هذه المحطة. طبعا دراسة الأثر البيئي هذه واحدة من أول الأشياء اللي أي مشروع نسويه أو ننشأ من هذا النوع لازم نسويه. ومشينا على المعايير الأوروبية من الأمم الأوروبية، لأن التكنولوجيا أصلاً نحن جايبينها من هناك. حتى صرنا الفريق طلع إلى فرنسا وإلى إيطاليا لطلع على أفضل الممارسات عشان نشوف هذه المنشأة على أرض الواقع وكيف هي شغالة هناك، عشان نجيب أفضل التقنيات والأشياء التحسينية ونطبقها في إمارة دبي. نعم. أستاذة علي، شو هي قدرة المحطة على معالجة النفايات يومياً؟ هي تعالج ما يقارب 600 متر مكعب. نعم. في خلال شفتين، اللي هو يعني الشفت يعتبر 16 ساعة، فالكمية اللي تعالجها كمية كبيرة، ويعني لها قدرها في المعالجة. نعم. ومعالجة جدا طيبة يعني. نعم. إذا تكلمنا عن كيفية أو كيف يتم نقل النفايات إلى المحطة أستاذة عليا؟ المنشأة أو أنا متعودة على المصطلحات هاي بالإنجليزي، سامحوني. فعندك مثلا السورس أو الشخص اللي قاعد يعني يطرش لنا هاي النفايات، نشترط عليه أنه يتعاون مع شركات معينة هي لها تصاريح نقل هذه النفايات. بالعادة تكون عن طريق مقطورة، في المقطورة بسعتها 5000 جالون أو 20 متر مكعب، وفي اللي 10000 جالون. وكل مقطورة لازم تكون مصرحة من قبلنا، ونحن نراقبها عن طريق نظام ذكي، يعني أن كل تحركات المركبات هذه اللي تنقل النفايات، خاصة النفايات الخطرة لأن هي حساسة. نعم. للبيئة، ولازم يعني تتعامل بهذه الطريقة. نعم. إنزين، شو هي أنواع النفايات اللي تعالجها المحطة أستاذة عليا؟ النفايات الخطرة تصنف إلى 4 أصناف. نعم. اللي عندك اللي قابلة للاشتعال، يمكن الصدأ أو التحلل، الأشياء اللي تتفجر أو الأشياء السامة. نعم. بالتفصيل نحن نعالج النفايات الحمضية اللي هي من مصانع الذهب، معالجة الحديد بالزنك، الجيرية اللي هي من مصانع الرخام وإلى آخرة، الزيتية اللي هي مثلا من مصانع مشتقات البترول، وأيضا نفايات الصرف الصحي مثلا من باقي المصانع، معالجة الحديد والطلاء، والنفايات القلوية. نعم. إذا تكلمنا عن الاستخدامات الممكنة بعد معالجتها، بعد معالجة هذه النفايات، كون أن المنشأة هذه تعالج النفايات من ناحية النفايات السائلة. نعم. فهي تنتج مياه صالحة للري، وممكن أن نحن نستعيد 75% من هذه السائل أن نحوله مرة ثانية إلى ماء صالح للري، والجزء هذا نستخدمه. نعم. مرة ثانية بعد لمعالجة النفايات الجيرية. فنحن يعني نحاول قدر الإمكان أن ما نهدر من الموارد اللي أصلا موجودة، ونستغل الأشياء هذه بطريقة صحيحة. نعم. أستاذ علي علي المرزوقي، ضابط دراسات إدارة نفايات في بلدية دبي، شكرا على هذه المداخلة الجميلة. شكرا. شكرا، يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية. مروح حبيبتي، الحين شو عندنا؟ الحين بنروح للأمسية الشعرية جارة الشمس. نعم. واللي أقيمت مساء أمس في بيت الشعر التابع لجمعية الإفجار الاجتماعية الثقافية. طبعا مشاهدينا، وشارك في الأمسية نخبة من شعراء دولة الإمارات العربية المتحدة، ولنتعرف أكثر نتابع معاكم هذا التقرير. نظم بيت الشعر التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية هذا المساء الأمسية الشعرية بمناسبة مرور الذكرى الأولى على وفاة فتاة العرب الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي رحمها الله. استضفنا عدد من الشعراء في الشعر النبطي والشعبي والفصيح. الحمد لله كان الحضور والإقبال على هذه الأمسية جميل. استمعنا لعدد من الشعراء والمواهب الشعرية التي قرأت عدد من قصائد الشاعرة الراحلة وأيضا قصائدها.
أيضا أعلن عن اسم الشاعر أو شخصية الفائزة بجائزة عوشة بنت خليفة السويدي للشعر الشعبي التي تم إطلاقها من بيت الشعر العام الماضي، وفازت بها الشاعرة فطيمة الحرس. كل من حبك وفي قلبه جحيم، صعود الشعر من بعد الممات في مهب الريح واصبح كالهشيم. اليوم الصراحة المشاركة كانت جميلة جدا بوجود الشعراء زملائي والشاعرات، كنا في أجواء جميلة رجعتنا لعبق الماضي، أحيينا التراث القديم الأصيل للإمارات والشعر الشعبي. والأمسية كانت تتكلم عن الشاعرة عوشة السويدي الله يرحمها ويغفر لها، وإن شاء الله نكون قدمنا الشيء اللي يليق بها وبالدولة. والله هذه شهادة تقدير لمشاركتي في الأمسية الشعرية، وتشرفت فيها دعوة كريمة من الأستاذ خالد الضنحاني والأستاذ أحمد الخطيب. صار لي 25 سنة أقول الشعر، ولكن أول مرة أكون في مثل هالمقام يعني، وصراحة الموقف كان جميل، الشعراء حضورهم كان قوي، والحمد لله شاركنا أخواننا وقدرنا يعني نخوض في معركة الشعر الموجودة. أشكر أستاذ خالد الضنحاني على دعوته، والشاعر سليم المزروعي مدير بيت الشعر على دعوته لي أشارك في هذه المناسبة الكبيرة للشاعرة الله يرحمها الكبيرة عوشة السويدي، ولي الفخر أني أشارك، والحمد لله أديت اللي علي، وإن شاء الله أني أكون قدمت شيء جميل يعني. بالنسبة للعزف وراء الشعراء كان لي تجربة من قبل، هي دندنة يعني تقاسيم على المقامات الموسيقية على حسب القصيدة اللي أنا أحس فيها أشعر فيها، لأن أنا متذوق للشعر، فأسمع القصيدة إذا كانت رومانسية أعطيها الطابع الرومانسي في العزف، وإذا كانت وطنية أعطيها الطابع الوطني، وبالنسبة ساعة تكون لكل باك جراوند وراء الشعر أغنية. ومن الأمسية الشعرية بنروح لعمليات الاختراق واللي زادت في الفترة الأخيرة مما تطلب تدخل الخبراء حماية المعلومات والأمن السيبراني للحد من هذا الخطر اللي يهدد خصوصيات الناس كلهم. ونظمت أكاديمية فوكس للتدريب والاستشارات الإعلامية دورة حول موضوع مقدمة عن استخدام الآمن للإنترنت. أكيد مشاهدينا، واسمحونا بأن نرحب بالمدرب عبد النور سامي مؤسس سايبرينيا ومستشار أمن المعلومات. مرحبا بك ونورت البرنامج. نور نوركم. الله يحفظك. استاذ سامي، في بداية خلينا نتكلم عن هذه الدورة، دورة مقدمة على الاستخدام الآمن للإنترنت. برعاية من أكاديمية فوكس للتدريب والاستشارات الإعلامية قدمنا هذه الورشة لمختلف أطياف المجتمع، حضرها عدد غفير من الجمهور، وذلك إلكترونيا. كان الحضور أكبر إلكترونيا، كان هناك عدد في الورشة من الحضور، وتميزنا بالحضور على الصعيد الإلكتروني بتقنية البث المباشر في الأكاديمية بالضبط لنصل لأكبر جمهور ممكن. تعرفون القاعات ممكن مثلا يكون العدد محدود، لكن الإنترنت بلا حدود ولا قيود. أكيد. فكانت هذه الورشة تهدف إلى توعية المستخدمين بأهمية الاستخدام الآمن للإنترنت، هذا الشيء الجميع يغفل عنه حاليا، إلا بعد يعني حصول اختراق أو انتهاك بعدها مثلا هم يداركون هذا الخطأ. فنحن قبل ما يحصل هذا الأمر يعني نحن نعلمهم، نقول الوقاية خير من العلاج، فنحن نعلمهم كيف يحمون أنفسهم، يحمون أجهزتهم، يحمون أطفالهم من مختلف المضار الإلكترونية. نعم فعلا أغلبيتنا أحس أستاذ وأيضا سهام أحس أن نخاف على صورنا الشخصية، صور العيال، صور الأقارب، وخاصة يعني أنه في وايد خلينا نقول هاكر يقدرون أنه يسحبون هذه الصور. إنزين الحين كيف نقدر نحمي أنفسنا والمعلومات عبر الإنترنت؟ أوكي، حقيقة السؤال يعني جوابه جدا شاسع، لكن أنا بحاول أعطي إجابة بسيطة حول الموضوع. نعم. مقتطف حول الموضوع. تفضل. الحماية ترتكز على ركيزتين أساسيتين، أولاً ضبط الإعدادات
أفضل الإعدادات يعني التي وفرتها هذه الأجهزة أو الشركات. على سبيل المثال كل هاتف لديه إعدادات حماية وخصوصية، نحن بإمكاننا تطبيقها. الركيزة الثانية هي المنهجية، المنهجية في تطبيق السياسات أو على صعيدنا نحن الفردي، على سبيل المثال نقول استخدام منهجية، استخدام طرق، استخدام بدائل، استخدام تقنيات، وإن لم تكن إلكترونية قد تكون على سبيل المثال لوجستية، مثلا في طريقة التعامل، في طريقة إفشاء البيانات، في طريقة إرسال البيانات. هذه جميعها تلعب دورا مهما جدا. الأهم من هذا كله هو فعلا تطبيق الوعي. الوعي، مسألة الوعي جدا مهمة. نقول حماية العقول قبل حماية الأجهزة. إذا كان هدفي الشخصي هو حماية معلوماتي، فجميع ما أفعله سوف ينطبق على هذا الأمر من ناحية. نعم. بمعنى أنا أؤمن بحماية معلوماتي، بالتالي لن أستهونها. على سبيل المثال عندما أقوم بتصوير نفسي، لن أقوم مثلا بتصوير صور جدا حساسة. أكيد. لا، بتكون صور نوعا ما حتى في أسوأ الأحوال ما أمانع أنها تنتشر. وعدم التصوير في الأعراس بهذه الطريقة. بالضبط. أن الصور هذه في الأعراس، الصور الشخصية، عرس نساء فقط مثلا، المسابح. نعم. صحيح. تكون في خاصة جداً. نعم. جداً خاصة. نعم. فالمفترض عدم تصويرها من الأساس. يفضل. أو عدم تخزينها في الجهاز المتصل بالإنترنت. أوكي. ممكن تخزينها مثلاً في جهاز عائلي نحفظ فيه بياناتنا وملفاتنا الخاصة. هارد. نعم. ممكن هارد. ميموري. هارد ديسك ميموري. ممكن تكون فلاش. ممكن يكون جهاز تخزين يعني داخلي. نعم. في المنزل فقط. نعم. وصاحب الصلاحية تكون العائلة. ما نقوم بوصله بالإنترنت. أي شيء موصول بالإنترنت يمكن اختراقه. أي جهاز هو قابل للاختراق. يعني اللابتوب ممكن أن أيضاً إذا خزننا فيه الصور ممكن أن أكيد. نعم. في لمح البصر يخترق. بالأخص الآن سرعة الإنترنت عالية جداً. نعم. أتذكر عام 2008 كان اختراق صورة، أو عفواً سرقة صورة واحدة يأخذ وقت، ممكن تأخذ نصف ساعة. نعم. وإذا وصلت لا تصل بالجودة الكافية. أيام هذا شو اسمه هذا الفلوبي؟ الفلوبي كان موجود. الفلوبي؟ الفلوبي كان كان يوم ننقل أغنية واحدة. أحس يوم أيام المدارس خلاص شغل ترجعي. كان يمكن 6 ساعات ولا 7 ساعات. أيام أيام الدايل أب لما تفصلون الواير من التليفون للكمبيوتر. هذه الأيام ما يشتغل. طيب أنا عندي سؤال أستاذ عبد النور. طبعاً إحنا أي برنامج ننزله في التليفون أو في أي مكان، أوكي، وغير الوسائل التواصل الاجتماعي طبعاً، سواء الحين المكالمات المجاني أو غيرها وغيرها، سناب شات وغيرها، هناك في خصوصية أنك لازم تتعهد على أساس تنزل هالبرنامج أنت أنك أنت موافق على جميع الشروط هذه. ومن الشروط هذه استخدامه أساساً للصور. نعم. فهني صحيح. طبعا انا مالي ما اقدر اقول اني ما بنزل مثلا سناب شات او ما بنزل البرنامج هذا اللي انا احتاجه، بس بنفس اللحظه في سلبيات بتكون علي. نعم. هني انا كيف احسن؟ طيب استخدامي لهذه البرامج فيه 3 نقاط. نعم. الاولى اولا اتفاقيه الاستخدام. اتفاقيه الاستخدام تعني كيف استخدم هذا التطبيق، توجد قوانين واشتراطات يجب علي ان التزم فيها. نعم. وايضا سياسه الخصوصيه، البرنامج يخبرني ماذا يتم فعله بصوري وبياناتي. سناب شات مثل ما تفضلتي لديه عبارة يعني بصريح العبارة تقول يقول لك أنا أخذها، ممكن أستخدم الصور اللي أنت ترسلها للخاص، ممكن الخاص أي حتى في الخاص أي صور تمر من سناب شات، سناب شات يستخدمونها في ماذا، في الإعلانات يعني على الملأ ممكن الموضوع يوصل. هذه النقطة الأولى. إذن مثل ما تفضلتي نحن في مفهوم نقول الحماية الفعالة، ما أقدر أطبق الحماية لحد الهوس خلاص. نعم. أمتنع عن هذه التطبيقات. هذه التطبيقات فيها إيجابيات فيها سلبيات. فأنا كيف أصل لمرحلة الحماية الفعالة؟ يعني استخدامي للتطبيق مع ضمان حمايتي. هذه النقطة الثانية، ما أقوم بمشاركة صور خاصة حساسة من الأساس، أستخدم يوميات توثيق فعاليات على سبيل المثال، أمور عامة. قاعدة للجمهور ولكم، أي محتوى على الهاتف أو الإنترنت ضعوا بعين الاعتبار أنه قد يعرض على الملأ. يعني هذا لازم ننبه فيه الخوات اللي متحجبات فعلا، اللي هم أساسا. نعم. متحجبات، لكن هم. نعم. ممكن يرسلون صور خاصة في الأعراس أو غيرها شيء حق ربيعاتهم كذي. نعم. يتبادلون يعني فعلا. معناته أن صورهم موجودة في السيرفرات، وهذه ممكن تأخذ 10 سنين ما تنمسح، وتحط في الحسبان أنه ممكن. نعم. إعادة نشرها، فهو. نعم. شيء وايد. حتى إذا ما صورت، في بعضهم يستخدم سناب شات فقط للفلتر. أيه. ويسوي سيف للكمبيوتر ما ينشره، هذه أيضا يتم حفظ. إذن يصير عندنا رقابة ذاتية. رقابة ذاتية. والأمر الثالث اللي هي إعدادات الحماية من الآخرين، يعني عندنا حماية ضد الشركة هذه. نعم. وعندنا حماية ضد الآخرين، بمعنى حماية حساباتنا من الاختراق، توجد يعني خطوات ومنهجيات لهذا العمل. يعني الأمر حقيقة ليس فقط في هذه التطبيقات، فيسبوك وتويتر يعني هذه شركات ضخمة جبارة. نعم. ممكن مقاضاتها في حال انتهكت خصوصياتنا. لكن المشكلة أيضا في توجد تطبيقات، البعض يحمل تطبيقات ليست معلومة المصدر.
يعني صح. مش من التطبيق المحلي بلاي ستور او اب ستور. نعم. فتنزيل البرامج المجهوله ممكن يكون صاحبها مجهول، فبالتالي مهما فعل واذاني لن استطيع الوصول اليه. انزين، لو شخص ما تهكر حسابه، نعم، وخذوا معلومات شخصيه عنه، كيف كشخص انت عندك، نعم، هذه الخبره الواسعه، شو يسوي؟ حقيقة أنا كفرد أول ما أقوم به هو محاولة استرجاع حسابي بالخطوات الاعتيادية، مثلا نسيان كلمة المرور، بالتالي إرسال الرسالة إلى رقم هاتفي أو بريدي الإلكتروني. عادة ربما المخترق لم يغير هذه البيانات، بإمكاني استرجاع حسابي، لكن ربما يكون قد قام بتغيير البريد الإلكتروني والرقم، بالتالي أقوم بمراسلة الدعم الفني. هذه الشركات جميعا عندها دعم فني، التواصل معه سيسهم في حل المشكلة. وإذا كنت أشك في شخص أو أعرف شخص شخصيا، توجد منصات للإبلاغ مثلا في دولة الإمارات، نعم، في دبي الآن توجد إي كرايم، كانت الأمين الآن توجد إي كرايم، نعم، في أبو ظبي أمان، وكل إمارة لديها منصات خاصة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، نعم. لكن يبقى الأساس هو الدعم الفني. الدعم الفني أسرع، لأن أنت المعني بالأمر، عليك التواصل مع الجهة المعنية بالأمر بشكل فوري. إذا تكلمنا عن أكثر البرامج اختراقا اللي عليها شكاوي أكثر، أن هاي البرامج فعلا تخترق. حقيقة أولا كاختراق لا يوجد فرق، جميع البرامج والحسابات والأجهزة قابلة للاختراق، ولكن إحصائيا، نعم، أكثر برنامج يتم اختراقه حاليا فيسبوك وواتساب وإنستغرام ثم سناب شات. ثغراته يعني ليس الثغرات، الكثرة تعتمد على العدد، نعم. فأساس المستخدمين الواتساب عددهم جبار، فلما تكون في اختراقات يعني تكون واضحة جدا للملأ والعلن، نعم. الاختراق هو نفسه في جميع المنصات، فقط لأن فيسبوك وواتساب لديهم عدد مستخدمين هائلة، نعم، فبالتالي عدد الاختراقات. طيب هذا ما يضر الشركة؟ ما يضر الشركة يوم تكون هالبرنامج سهولة اختراقه؟ أوكي، سهولة اختراقه نعم ممكن تضر الشركة، لكن العيب ليش يسمى للشركة؟ الشركة أحيانا تحدث ثغرات، نعم، تسقط من أسهمها وتضر بسمعتها، لكن العيب أن المستخدم ليس لديه وعي، ليس لديه معرفة، ليس لديه منهاجية لأمن المعلومات، لا تهمه هذه الامور، صحيح. لم يتعرف الى كيفيه تنزيل البرنامج وخلاص وافق على شيء ويوصل له رابط على طول يفتحه مؤخرا، او اللي صار انا فقدت محفظتي وانا كذا حول لي مبلغ مالي، صحيح. هذه كلها صارت ليش؟ المستخدم ما عنده وعي، والناس تعودت على التواصل في الهاتف، وناس طيبه، مش مساله بعد عندها وعي، ناس طيبه. لا، الوعي يلعب دور، الطيبه موجوده، موجوده في، يعني ممكن تكون عنده طيبه على ارض الواقع ايضا، نعم. لكن هو انخدع لانه ما فكر حتى يتصل، صار التواصل هالايام كله تليفون، كل من يعني من وراء الشاشة، صارت أرحام، يعني صارت تباعد اجتماعي وليس تواصل اجتماعي، نعم. فبدل ما يتصل في الشخص هذا يقول له هل أنت فعلا اللي أرسلت لي، لا ما في تواصل مرئي أصلا، التواصل ضعيف، نعم. هذا هو السبب الفعلي من غير الوعي، نعم. طريقة حماية الأطفال أو العيال، أكيد في أمهات وآباء يشاهدون الحين، كيف طريقة حماية الأطفال من مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الإنترنت؟ لأن أحس يعني نحن كبار وفي خطر علينا، في خطر علينا، صحيح. وخطر على، صحيح، الصور وخطر على الأجهزة اللي، نعم، نستخدمها، نعم. كيف الأطفال؟ أوكي، أنا وش عندي معلومة بما أن تحدثنا عن الأطفال، الأطفال للأسف أكثر من يعاني في جرائم، صحيح، الجرائم المعلوماتية، الابتزاز، الانتهاك، التحرش الجنسي، صحيح، الإلكتروني، لكن الطفل لا يبلغ الأهل لأنه يخاف من الأهل، لأن بعض، صحيح، الأهل لا يعطون الأمان، لا يعطون الأمان لأطفالهم، صحيح، يشتكي الطفل يصارخون عليه كأنه هو المخطئ، بينما دائما الضحية سبحان الله يعني بشكل عالمي يعني نجد أن الضحية هي المظلومة، تشتكي للأهل، الأهل يلومون الشخص يقولوا له أنت اللي فتحت هالباب، أنت اللي كلمتي، أنت اللي رحتي، لا، أنت المفروض توقف مع ابنك، هذا أولا. ثانيا أنت توعي ابنك باستمرار، عدم معرفة شيء لا تعني عدم وجوده، أنا بعضهم يقول أنا لا أريد إخافة ابني، طيب أنت هذا الخطر موجود سيداهم ابنك في أي لحظة، صحيح. فيجب عليك توعيته في كل الأحوال. بعد مسألة التوعية توجد تطبيقات، يجب علينا إعداد برامج، نعم، الرقابة الإلكترونية وتصفية المحتوى، نعم، بحيث نبعد عنهم الغرباء. مثلا في البلاي ستيشن توجد تقنية تمنع، يعني السوني تمنع الغرباء من التواصل مع طفلي، ممكن إدارة العائلة، ممكن أمنع طفلي من لعب ألعاب مدمية، ألعاب خطرة، ألعاب كذا، صحيح، ألعاب غير أخلاقية، تأثر سلبا، نعم، عليه. ممكن أتحكم في المحتوى، ممكن أتحكم في أمور كثيرة، هذه كلها بالإعدادات، إعدادات الرقابة الأبوية أو إعدادات تصفية المحتوى، بالتالي أكون حماية ابني. وأنا أنصح قبل هذا كله طفل يقل عن 12 سنة لا أنصح أن يكون لدي أي جهاز إلكتروني، فليعيش في الطبيعة. لأن الكل الحين هذا الكل، لأن ليش؟ لأن الأهل يعطون أطفالهم حتى يفتكون منهم، بكل نتكلم بكل واقعية ومصداقية، أنا عندي مصداقية علمية في الموضوع، يهمهم أن الابن يكون بعيد عنهم، بس خلاص يعني الأب ما يريد يقضي وقت كافي، لكن هذا ابنك ومسؤوليتك وأمانة كبيرة، أكيد، وتبعات أسوأ بكثير من انشغالك معه لو نصف ساعة ساعة في اليوم،
فنحن دائما نقول ان القرب من الابناء جدا مهم، الثقه الامان، نعطيهم الثقه الامان، نعلم الابن يشتكي لنا في حال حدوث اي مكروه. اكيد يعني كلمتك الاخيره للامهات نقول او للاولياء الامور هو التقرب من الابناء فعلا، وتكون في صداقه من بينهم. صداقه، اخوه، توعيه 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 ثم توعيه ثم توعيه. ما شاء الله. الله يعطيكم العافيه يا رب، فعلا الموضوع جدا جميل. الاستاذ عبد النور سامي مؤسس سايبرينيا واستشار امن المعلومات، شكرا لتواجدك اليوم شكرا معنا لكم. وايضاح بعض نورتنا. المعلومات الجميله نورتنا. شكرا. والحين تروحين بريك؟ روحي انت بريك. مشاهدينا فاصل سريع وردي لكم لبرنامج 7 على 7، خليكم ويانا. مشاهدينا، في ذكرى رحيل فتاة العرب شاعرة القمر عوشة بنت خليفة السويدي، نظم مجلس الحيرة الأدبي ندوة رؤية القصيدة والتي حضر عددا من الشعراء والباحثين الأكاديميين. وتناولت قراءات وتحليل شعر الراحلة فتاة العرب عوشة بنت خليفة السويدي. اسمحوا لنا الحين نرحب بالدكتور واستاذ الجامعي والناقد الأدبي أحمد عبد المنعم عقيلي. يا هلا ومرحب فيك في استوديوهات 7 على 7. أهلا وسهلا بكم، نورتنا. خبرنا عن الشاعرة والقمر، شو السالفة؟ تماما، اسمحوا لي في البداية أن أقول مساء الخير وأن أشكر تلفزيون الفجيرة المتألق دائما على هذه الاستضافة الطيبة المباركة. بالنسبة للشاعرة رحمه الله تعالى عوشة بنت خليفة السويدي، سميت شاعرة القمر. طبعا هي لها قصة بأنها عندما كانت صغيرة حلمت بأن القمر نزل من السماء فابتلعته، وقيل لها يعني المفسرون وبعض الدارسين بأن هذا يدل على أنها سيكون لها شأن في عندما تكبر، وبالحقيقة نعم هذا ما حصل. طبعا الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي رحمه الله تعالى تشكل ظاهرة بحد ذاتها، ظاهرة شعرية للمرأة الإماراتية الشاعرة المبدعة التي فاقت عصرها. أكيد. يعني الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي استطاعت في الحقبة التي كانت هي موجودة فيها تقريبا في العقد الماضي في القرن الماضي أن تفوق غيرها من الشعراء الرجال في فترة كانت المرأة من الصعوبة بمكان أن تثبت نفسها في الساحة الثقافية والأدبية. دكتور أحمد، إذا خلنا نتكلم عن هذا التميز للشاعر عوشة السويدي في الساحة الشعرية. تماما، دعيني بالبداية أبدأ ببداية عندما بدأت هذه الشاعرة، وهذا الأمر لافت للانتباه، عندما كانت في 12 من العمر ابتدأت بكتابة الشعر، يعني ما تزال طفلة. نعم، وفي هذه السن خلال 32 يوما كتبت 100 قصيدة شعرية، وهو الأمر الذي صرحت به ذاتها. طبعا هذه الشاعرة المبدعة كما قلت منذ قليل، رغم الظروف في تلك الحقبة، رغم أنها لم تكن أكاديمية، ولكنها استطاعت أن تبذل جهد كبير وأن تعمل على نفسها وأن تتطور تطور كبير. طبعا كان للأسرة دور مهم جدا لأنها كانت من أسرة مثقفة، هذه الأسرة ساعدتها ودعمتها دعما كبيرا. ما يميز هذه الشاعرة الغنى والثراء الشعري، كان لديها غنى شعري كبير، يعني كأنها تبدع من نبع لا ينضب. وهذه الشاعرة من الأمور المميزة هي المساجلات الشعرية التي هي بحد ذاتها تحتاج إلى دراسات مطولة. وأهم هذه المساجلات ما كان مع والدنا الشيخ زايد طيب الله تعالى ثراء المغفور له بإذن الله تعالى، كان لها مساجلات شعرية معه، وكان له قصيدة رحمه الله تعالى يعود الهوى، يعني يركن عود الهوى وفنه، قصيدة مطولة للشيخ زايد رحمه الله تعالى، يركن عود الهوى وفنه، فردت عليه بمساجلة شعرية مطولة. ولم يكن الشيخ زايد طيب الله تعالى ثرى وحده، بل إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله تعالى له مساجلات مطولة مع هذه الشاعرة المبدعة، حتى إنها لم تكن تكتب قصائد باسمها، كانت تسميها فتاة الخليج، لكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله تعالى بفراسته وحنكته عرف أنها الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي. أكيد اللي عرفها أن عن طريق أسلوبها الشعري. تماما، خبرنا شو اللي يميز أسلوبها الشعري. تماما، ما يميز أسلوب هذه الشاعرة أنها غير مقلدة. يعني هي استطاعت أن تسلك باب التجديد، أستطيع أن أقول بوصف ناقد أدبي ودراساتي لجل شعرها أنها كانت مجددة على صعيد الشكل وصعيد المضمون. كانت تنوع في الموضوعات الشعرية التي طرقتها، تحدثت في الوطن وحب الوطن،
تحدثت في الوجدانيات، يعني كانت متنوعة الأساليب. الشكل، بنية النص، البنية اللفظية لا تمشي في طريق واحد. صحيح. يعني كثير من الشعراء ترى أسلوب الشعر تقول هذا له دور واحد، له طريق واحد، هي تنوع. نعم. تنوع في الأساليب بما يتناسب مع المضمون. هذا يعني ما يميز تماما وفق القاعدة النقدية، لكل مقام مقال. صحيح. كل مقام تعطيه مقال يتناسب معه بإبداع ودقة عاليتي. وتغنى كثير من المطربين بقصائدها. تماماً. ومازالت طبعا. نعم. قصائدها تغنى لليوم. غني تم غناء قصائدها من قبل قامات كبيرة. صحيح. من المطربين، طبعا نتيجة الموسقة الموجودة في شعرها. صحيح. الإيقاع الجميل الداخلي والخارجي الذي اتسمت ببنية القصيدة لدى الشاعر عوشة بنت خليفة. إذا تكلم عن الأغراض الشعرية اللي استخدمتها الشاعر. تماما. طبعا الشاعر عوشة بنت خليفة نوعت في الأساليب كما قلت منذ. نعم. قليل كان لها في قصائد في ميدان الشعر الوجداني. نعم. الوجدانيات وفي الغزل العفيف، وكان لها قصائد في حب الوطن. صحيح. كانت يعني لديها عشق للوطن، تكتب كثير من القصائد في حب الوطن، كان لها قصائد في المجتمع، ولديها قصيدة الشموت يموت عنوانها، هذه القصيدة تتحدث عن من يشمت بالآخرين، ترفض الحسد، ترفض العادات الاجتماعية. صحيح. الفاسدة، كان لها تنوع في الأغراض الشعرية التي تتناولها في قصيدتها. نعم. بحيث أنها في الوطن تكتب تمجد الوطن، تعبر. نعم. عن حبها للوطن، في الغزل العفيف. نعم. الشفيف الذي يلامس الأرواح، تشعرين برقي، دائما تصف المرأة بالسمو. تماما. يعني تماما المرأة لديها رمز. نعم. في رقي، تعلو عن سفاسف الأمور. صحيح. تعلو، يعني دعيني أقول، تعلو عن ثقافة الجسد، هي ثقافة الروح. أوكي. المثالية العالية لدى هذه الشاعرة المبدعة. أيضا كما قلت في النقد الاجتماعي، حتى وجدت في كتاباتها الشعرية حس فلسفي. في أحد القصائد لها تتحدث عن أن توالي الزمن، بأن الإنسان في النهاية هو للفناء. صح. وأنه الباقي عمله، الباقي نتاجه. وأكبر دليل أن الشاعرة عوشة بنت خليفة رحلت عنا جسدا، لكنها إلى الآن باقية بيننا روحا وإبداعا. صح. وفكرا. فعلا. وألقا شعريا. وهذا أدل على شيء، يدل على أن هي لديها وتمتلك ثقافة وايد كبيرة، مو بس شاعرة فقط. نعم. خبرنا أكثر على حرص دائرة الثقافة في الشارجة على إحياء ذكراها. تماما. طبعا دعيني اسمحي لي أن أقول أنني في هذا البلد الحبيب المعطاء الذي أعتبره وطني الثاني خلال أكثر من 8 أعوام ولي في هذا البلد، حب للثقافة على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. ككل، يعني تشجيع للمثقفين، للأدباء، للمفكرين، الندوات، المهرجانات الشعرية، المسابقات، مهرجان مسابقة شاعر المليون، هذه الفعاليات الكبيرة. نعم. والتي أيضا نذكر منها كما تفضلت الأستاذة، ما نراه من حرص دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة لمتابعة ومواكبة هؤلاء المبدعين. طبعا دائرة الثقافة والإعلام في كل فترة تتحفنا بتسليط الضوء على هذه القامات الشعرية الأدبية ذات الوزن الكبير على الساحة الثقافية. دائرة الثقافة والإعلام ومن خلال مجلس الحيرة الأدبي بالأمس كان هناك ندوة بعنوان رؤية القصيدة، هذه الندوة أصلت على تسليط الضوء على هذه الشاعرة المبدعة. وطبعا اسمحوا لي من هذا المنبر الطيب أن أوجه الشكر لمدير مجلس الحيرة الأدبي الأستاذ بطي المظلوم، شاعر إعلامي. نعم. المبدع المتألق. نعم. ولمن ساهم في نجاح تلك الندوة. نعم. التي استطاعت بالفعل أن تعطي نواة لدراسات نقدية فكرية أدبية. نعم. في المستقبل تتناول هؤلاء المبدعين. نعم. لأنه بصراحة هم أهل لذلك. نعم. وبحاجة أن تسلط عليهم الأضواء. نعم. وما هذه الحلقة التي تشكرون عليها جزيلا، وتواجد الفجيرة المتألقة دائما في كل المنابر الأدبية والثقافية، البارحة يوم الندوة، دليل كبير على أن هذا البلد الطيب المعطاء. نعم. هو بلد رعاية الثقافة والمثقفين. نعم. دكتور أحمد، إذا أنا بتكلم بسؤال شخصي، الشخصية اللي جذبتك أو القصيدة اللي جذبتك أكثر في الشاعر عوشة، اللي شدت انتباهك أكثر؟ نعم، هي قصيدة ربي يا واسع الغفران. نعم. هذه القصيدة التي تشعرين من خلالها ببوح روحي وجداني يتصل. نعم. بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. هذه القصيدة التي تحدثت فيها عن علاقة العبد المحب لله سبحانه وتعالى، العبد الذي يشعر بأن الله يحيطه. نعم. بكل مكان، تشعرين بوجدانية هذه الشاعرة. نعم.
أيضا من القصائد التي أثرت فيها كثيرا مسجلتها مع الشيخ زايد طيب الله تعالى ثراه، التي تشعرين فيه بحب البنت لأبيها. نعم. هذه الروح الرائعة السامية التي استمرت بعد ذلك من خلال مسجلاتها الشعرية مع قامات شعرية كبيرة جدا. نعم. نعم. أستاذ، لماذا عدم تسليط الضوء بشكل كافي على شاعرة العرب إعلاميا؟ نعم، لعلي أقول، لا أقول عدم تسليط الضوء بشكل كافي، هي طبعا هي قامة أدبية شعرية. نعم. تحتاج دراسات ووقفات مطولة. ممكن أن الفترة التي كانت فيها في تلك الفترة، يعني في تلك الفترة لم يكن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كما هي اليوم في عصرنا الراهن، إلا أن هذه الشاعرة يعني نالت بعض الاهتمام. ولعلي اسمح لي أن أقول بأن الشيخ سلطان، الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله تعالى، عام 2010 كانت شخصية مكرمة رائدة في مهرجان الشارقة للشعر الشعبي. نعم. كرمت ونالت هذا الشرف الكبير من والدنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله تعالى. نعم. وما هذا اللقاء الطيب هنا إلا تسليط الضوء عليها. نعم. وما ندوة الأمس، ولكن هذه القامات الكبيرة هي مهمتنا نحن النقاد والأدباء والمفكرين أن ننهض بدراسات وقراءات تنشر كي يراها المثقفون والمهتمون بالشعر. طبعا ندوة الماضية خرج عنها كتاب عنوانه رؤية القصيدة، وفي دراسات. نعم. عن الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي. طبعا هذه قامت المحاولة. نعم. تناولت ندوة المحاور، طبعا كان في هذه المحاور تنوع. طبعا كان لدينا زملاء، الدكتورة رفيقة قدمت دراسة في الإيقاع والموسقى في شعر عوشة بنت خليفة السويدي. نعم. والأستاذ مؤيد الشيباني الإعلامي. نعم. أيضا قدم دراسة في المكان وتناول قصيدة جميلة جدا عن الخصب والمطر، لحظي الخصب والمطر في شعر عوشة بنت خليفة. يعني الخصب والمطر عنوان لأطروحة تستطيعين أن تقدمي في دراسة. نعم. مما يدل على غنى الشعر لدى هذه الشاعرة. نعم. في تلك الحقبة. وتناولنا أيضا الأستاذ إبراهيم السواعير قدم رؤية وقراءة لمجموعة من القصائد، وكان لي أنا أيضا تناول للصورة والموسيقى والرمز في شعر عوشة بنت خليفة السويدي، وتناولت المسجلات الشعرية التي تحدثت عنها منذ قليل. هذه الدراسات مجتمعة قامت دائرة الثقافة والإعلام من خلال مركز الحيرة بطباعة كتاب، وهذا أمر جميل جدا، كتاب يضم هذه الدراسات ليراها المثقفون. نعم. شكرا لك دكتور أحمد عبد المنعم العقيلي، أستاذ جامعي وناقد، وإن شاء الله الله يرحمها يا رب، وإن شاء الله كلنا نترك أثر، لأن الشخص الناجح هو اللي يترك. أكيد. أثر له في هذا العالم. تمام. علشان الناس تذكره يعني. تماما. شكرا جزيلا لكم. شكرا. شكرا على هذا لك. البرنامج الرائع. شكرا. شكرا. سهام، شكرا. الله يعطيك العافية يا رب. أكيد بننتقل لموضوع ثاني مشاهدينا، المؤتمر الصحفي لإطلاق حملة صحة وسياحة 2019 في دورته السادسة صباح اليوم، وذلك في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة بتنظيم من إدارة التثقيف الصحي. تكملين؟ كملتك؟ تحت شعار خمسة في اليوم. المشاهدين خلونا نتابع معاكم هذا التقرير. أطلقت صباح اليوم إدارة التثقيف الصحي فعاليات حملة صحة وسياحة في الشارقة التي تنظمها للسنة السادسة على التوالي وتحت منظومة عالمية وهي خمسة في اليوم، التي توصي بأهمية تناول خمس وجبات من الخضار والفواكه يوميا للوقاية من الأمراض وفقا لتوصيات منظمات الصحة العالمية ومنظمات الغذاء والدواء. هذه الحملة تأتي بالتعاون مع عدة شركاء، منهم هيئة الإنماء التجاري والسياحي وجمعية الشارقة التعاونية وبعض الشركاء من نادي سيدات الشارقة وسوق الجبيل. تتضمن الحملة العديد من الفعاليات خلال شهر أغسطس، تتنوع بين ورش عمل وبرامج تثقيفية للمجتمع والمشاركين، وكذلك بعض الفعاليات التي سوف يتم توعية المجتمع من خلالها حول أهمية تناول خمس وجبات من الخضار والفواكه.
ضمن التوصيات العالمية في مجال الصحة، أطلقت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة اليوم حملتها صحة وسياحة الدورة السادسة، وذلك تحت شعار 5 في اليوم 5 a day للتوعية بتناول أو ضرورة تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه في اليوم. كما أثبتت الدراسات العالمية أن تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه على الأقل في اليوم له آثار عديدة على الصحة، من أهمها الوقاية من العديد من الأمراض. أطلقت الإدارة اليوم الحملة هذه، راح تمتد الحملة على شهر طوال شهر 8 بداية من 1/8 إلى 30/8، وذلك بالتعاون مع الشركاء الذهبيين هيئة الإنماء التجاري والسياحي وكذلك جمعية الشارقة التعاونية والداعمين من مثل سوق الجبيل ونادي سيدات الشارقة والعديد من الداعمين والمتطوعين. راح يكون في إن شاء الله توزيعات من الخضروات والفواكه في بعض المماشي في إمارة الشارقة. راح يكون كذلك هناك في كرنفال في نهاية شهر 8، سيكون الكرنفال في ناشئة واسط. كذلك راح يكون هناك في فعاليات في مواقع التواصل الاجتماعي ومسابقات بجوائز قيمة بإذن الله على مواقع التواصل الاجتماعي. للمزيد حول هذه النسخة اسمحوا لنا الحين نرحب عبر الهاتف الأستاذة ميرة شهيل، مدير شعبة البرامج الخاصة في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارجة. هلا مرحب فيك أستاذة ميرة. نعم يا هلا مرحب فيك وعليكم السلام. أستاذة خبرينا، مع العطلة الصيفية تكثر الرحلات وتزداد معدلات السفر، شو تقولين أو تقول الدراسات الحديثة وعلوم التغذية السليمة في هذا الموضوع؟ طبعا توصي الدراسات الحديثة وخبراء التغذية وخبراء الصحة بالالتزام بالممارسات الصحية خلال فصل الصيف. من الممارسات الصحية هي الالتزام بعدم الظهور في أوقات الظهيرة، نعم. وعدم التعرض إلى أشعة الشمس الحارة في هذه الفترة، والالتزام بتناول الغذاء الصحي المنعش اللي يروي الجسم لتجنب الجفاف اللي قد يتعرض للشخص خلال فصل الصيف. نعم أستاذة ميرا، سبب اختيار شعار 5 في اليوم لهذه الدورة من الحملة؟ طبعا اساس 5 في اليوم او 5 a day اساسه حمله عالميه مطبقه في المملكه المتحده واستراليا والعديد من الدول حول العالم. معناها تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا لتجنب الإصابة والوقاية أيضا من الإصابة بالمشكلات الصحية، نعم. مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطان. نعم. أستاذة ميرا، خبرينا عن مشاكل الغذاء والتسمم خلال العطلات واللي يعانوا منه أغلبية الأطفال الحين والعيال. نعم. طبعا أول سبب السبب الرئيسي لهذه المشكلة هي ارتفاع درجات الحرارة، فممكن الأكل اللي شلناه ويانا من البيت للرحلة ولا طلعة معينة يخترب أو يفسد والشخص ما ينتبه لهالموضوع. فأهم شيء الواحد يحط الأكل في حافظات الحرارة ويعرف كم مدة صلاحية الغذاء في هالحافظة عشان يتجنب هذه المشكلات. أكيد. أستاذ ميرا شهيل، مدير شعبة البرامج الخاصة وإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارجة، شكرا على هذه المداخلة الجميلة. العفو، حياك الله. الله يعطيك العافية. والحين مروة، عندك هوايات؟ وايد. شو هواياتك؟ ركوب الخيل. ركوب كلنا نعرف، فارسة ما شاء الله عليها. شو بعد؟ أكثر شيء طبعا هي. أكثر شيء هي طبعا. الحين بنروح يا سهام لنادي الهوايات بدبي، من خلال معسكراته يعقد حملات توعوية اجتماعية في معسكر راشد. أكيد، وتشمل الحملات مشاهدينا والحلقات التدريبية حملات حب الوطن والتفاني في خدمته والوفاء كذلك لقيادتنا رشيدة، وتهدف المعسكرات هذه لتنمية وصقل مهارات الشباب البدنية والعقلية ضمن إطار نافع ملتزم. خلونا نشوف هذا التقرير. Yeah.
طبعا نادي الهوايات ينظم معسكر راجل الصيفي منذ عام 1996، والحمد لله مستمرين ومحافظين على تنظيم هذا المعسكر والاستمرار في تنظيمه. طبعا المعسكر هذا يقام في الفترة الصيفية ولمدة شهر، ويستقطب الطلبة من البنين من أعمار 8 سنين لأعمار 12 سنة. نشاطات المعسكر ثقافية مثل تحفيظ القرآن وتثقيف عن استخدام الحاسوب والكمبيوتر، وكذلك يعني بعض العادات والتقاليد اللي ندمج ما بين السنة النبوية وعاداتنا وتقاليدنا المحلية الإماراتية. نشاطاتنا الرياضية فيها ركوب الخيل أساسية، وكذلك السباحة، وكذلك اللياقة البدنية والدفاع عن النفس. اللياقات الترفيهية، الأنشطة الترفيهية متنوعة، عندنا الألعاب الخفيفة مثل تنس الطاولة والبيبي فوت، عندنا كذلك الدراجات الصحراوية لأن الشباب يحبونها، وكذلك عندنا ألعاب اللي هم يمارسونها كثير برا، ونحاول نحن نثقفهم بأن يستخدمونها بطريقة معقولة اللي هي الفيديو جيمز والبلاي ستيشن، ما عليه يلعبها لكن بحد معين. كذلك نحاول تكون هناك نوع من الرحلات للطلبة أثناء فترة المعسكر. طبعا الهدف الرئيسي من هذا المعسكر نحن استمدينا من توجيهات أصحاب السمو الشيوخ، يعني من أيام الشيخ زايد الله يرحمه، وهذا في بدأت المعسكر في على أيام ما كان الشيخ زايد الله يرحمه هو رئيس الدولة، وكان التوجيه بالمحافظة على أوقات الفراغ لدى الشباب، وكذلك مستمرة ونحافظ من خلال هالمعسكر أن نحن نقتبس من توجيهات أصحاب السمو الشيوخ ونحاول نوصلها لهؤلاء الطلبة وهؤلاء أبناء يعني، سواء من المواطنين أو المقيمين، كلنا مع بعض شعب الإمارات. الرحلات نحاول تكون يعني نحن عندنا ثلاث شغلات إضافية نحاول نضيفها على نشاط المعسكر، اللي هي الغطس تحت الماء، حد يسميه الغوص تحت الماء، ونحاول تكون هذا في رحلة مدة يومين في إمارة الفجيرة. بهذا نحن دخلنا هواية جديدة، وكذلك نقلنا نشاطنا لإمارة من إماراتنا الحبيبة. إنزين، وكذا وعدنا اللي هي الرياضة اللي ما نقدر نمارسها هي التزلج أو التزلق على الماء، وهذه مارسة في أشهر نادي في الشرق الأوسط يمكن كثير ما يعرف عنه في إمارة رأس الخيمة. كذلك نعمل مثل كامب مدة يومين في رأس الخيمة، منها يتعرفون وهم يعرفون الحمد لله بلادهم يعني، لكن زيادة معرفة على إمارتهم إمارة رأس الخيمة، ويقيمون مدة يومين بالتعاون مع نادي التزلج هناك اللي هم ما يقصرون كذلك يدربون الأولاد على مبادئ التزلج على الماء. مشاهدينا، يستغرق الأطفال وقتا طويلا في مشاهدة البرامج التلفزيونية دون اختيار أو انتقاء ما يناسبهم، وهناك برامج تلفزيونية فعلا تساهم في تثقيف الأطفال وفي ترفيههم وتوعيتهم، لكن بالمقابل هناك برامج أخرى تلعب دورا سلبيا. بنتعرف أكثر على هذا الموضوع مع الأستاذ الكاتب والإعلامي جاسم عبيدي. هلا مرحب فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيكم، الله يخليكم، وأنا فرحان أن اليوم بينكم وأكون في قناة هذه الطيبة قناة الفجيرة، وإن شاء الله ما أكون ثقيل بس على أكيد. إن شاء الله. بالآن كنت أقول حق مروة أقولها اليوم أنا وأنت نسكت أصلاً بما أن إعلامي موجود معنا وهو إن شاء الله البركة فيكم يعني البركة فيكم، إحنا نتعلم منكم لأن دائماً المعلم يفرح لما يشوف تلاميذه شاطرين ويقدمون، فالله يوفقكم إن شاء الله. شكرا. أستاذ خبرنا أول شيء عن شخصية الدبدوب الموجود هنا واللي زرعت البسمة على وجوه أطفال وايدين من أبناء الإمارات وأيضا على أجيال ما شاء الله. أحسنتي، أنت قاعد تكبرين الحين؟ عادي عادي. لا ما على فكرة لا ما أقصر. لا عادي عادي عادي. هذه الشخصية. لا 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 بالعكس كلامه صحيح. هذه الشخصية شو أنت من خلال الكلام ببين إذا تكبرني أو ما تكبرني. يعني. هذه الشخصية بدأت وياي من 1975. نعم. في تلفزيون أبو ظبي، والحمد لله مستمرة لنا الحين، قدمت الكثير للأطفال والنصائح، حتى منهم بعض اللي عاشوا مع شخصية الدبدوب يقول نحن
يعني افرح لما يقول لي الله انا اللي تعلمت على ايد الدبدوب وتعلمنا وتعلمنا وتعلمنا. فالشخصيه في خلال 40 سنه قدمت الكثير للأطفال وللكبار. وما زالت هذه الشخصية متواجدة بنقول بتميزها في جميع المهرجانات ما شاء الله في الدولة. الحمد لله الحمد لله. إن كانت مهرجانات أحسنت مهرجانات خاص يعني ما بخاص منعت خاصة إن كانت مثلا حق المدارس أو حتى كانوا الشرطة بعد جزاهم الله خير في القيادة العامة كانوا يستعينون بهذه الشخصية لتوصيل المعلومة. شو اللي يميز هذه الشخصية؟ شو يميزها؟ نعم شخصية الدبدوب. الأسلوب يميزها الأسلوب اللي يقدمه الدبدوب حق الأطفال. ينزل لمستوى الطفل. نعم. ما يدور الأطفال أو مثلا الأطفال يشوف شو الأشياء اللي يحبونها الكلمات يختار الكلمات يختار يعني مثل ما تقولين الأشياء اللي يحبونها مثل الألعاب على سبيل المثال مثل الدبدوب إذا كانوا يخافون منه مثلا يجيب لهم هدايا يجيب لهم شيء فهنا الدبدوب يحببهم فيه يعني. نعم. استاذ جاسم احس ان كل شخص يمتلك رساله في الحياه المفروض انه يوصلها بس ما شاء الله عليك ان انت عرفت رسالتك في الحياه من 1975 خبرنا الحين عن رسالتك. شوفي بديت في تلفزيون ابو ظبي انا صراحه بديت ككاتب تحرير اذا بناخذه على السريع بعدين شوي شوي وصلت للاخراج كمساعد مخرج شوية صرت مخرج شوية عرضوا علي طبعا هذه الشخصية بعدين دراستي درست في براق في التشيك درست في سوريا درست في القاهرة درست غير كذا أن حبيت الشخصية لأن شفتها متعلقين فيها الأطفال صحيح. وبالتالي الشخصية وصلتني إلى مستوى لأن وصلت مدير برامج الأطفال في التلفزيون أبو ظبي فالحمد لله وما زلت يعني الحمد لله أكتب وصلت عندي أني صرت كاتب ثلاث أجزاء عندي الجزء الأول والثاني والثالث واحد عن القوس كان والثاني تقدر تحدثنا عنه الثاني اللي هو بارك الله فيك أبناؤنا على دروب الخير هذا يتكلم عن التربية يتكلم عن التربية كيف تتعامل مع أبناء كيف تتعامل الأطفال كيف يتعاملون مع أهلهم كيف يتعاملون اختيار الأشخاص أو الشخصيات برع اللي هم أصدقاء نحن نسميهم أصدقاء السوء أو أصدقاء فدائما نحن نقول حق كل أم وأب أنه يدير باله على صحيح. ولده ما يتركه لو تركه لا سمح الله يصير شيء فهذا الكتاب يحمل هذه المعاني كلها فأتمنى أن كل واحد إن شاء الله يمتلك هذا الكتاب ويستفيد منه طبعا اليوم هذا الكتاب يجيب لكم انتم والاختي سهام ومروة وان شاء الله بيكون بعد المخرج البرنامج ان شاء الله كتاب والكتاب الثاني الكتاب الثاني هو في حب الوطن مقالات جميل كنت اكتب في الجرائد وجمعتهم وعملت بعد هذا يتكلم عن الوطن وانجازات الوطن وانجازات شيوخنا وبلدنا دولة الإمارات العربية المتحدة وإن شاء الله أن أي واحد يمتلك هذا الكتابين أن يكون أوكي هنا. حبيت قيمة موجودة هني سهام علم ابنك أو ابنتك كيف يقولون لا وهي مشكلة فعلا أكيد. هذه محاضرة أعطيها فيها محاضرة كيف تعلم ابنك أن على كلمة لا حتى وحدة قالت لو تيك يمر عليها إهداء حقي الهداء حق هذا؟ اي هداء هذا لا لا هداء معناته بعد هداء اختي مروه انزين هذا هذا انت اشكرك استاذ يلا مروه احمد طيب بالعكس تستاهلون كل خير فهذا الطفل مثل ما قلت لك طبعا يحتاج لرعايه اكيد هذه الاشياء انا ما جبتها من الفضاء درست وتعلمت ومارسة الممارسة وصلتني لين أني أخرج افتح يا سمسم الجزء الثالث كنت واحد من مخرجين دولة الإمارات العربية المتحدة وهذه كانت عطتني دافع أكثر أن أحب الأطفال وأتمسك لبرامج الأطفال أكيد شخصية الدبدوب أنا برجع أسلط الضوء على شخصية الدبدوب ما شاء الله عليك كوني أنا طبعا كنت أشوفك وأحضر لك وكذي أنت أول بداية تبديه هي زراعة القيم
قبل توزيع الهدايا، قبل طرح الأسئلة. ترى قيمة أنكم إذا أنتوا سكتوا، إذا أنتوا التزمتوا بالهدوء، إذا نخلي الصغير قبل الكبير، كنت تزرع قيم. وفعلا الأطفال اللي حولك اللي يكونوا مجتمعين صوبك صوب المسرح أجبهم فعلا يسمعون الكلام ويرتبون أعمارهم، وما حد يتجرأ يتكلم بصوت عالي إلا بعد ما يرفع إيده. يعني هاي بروحك أنت قاعد تزرع قيم قبل طرح السؤال. هذه طبعا مثل ما تفضلتي، احنا في كانوا في البرامج الاطفال او حتى خارج، مثل ما تفضلتي انه فعلا الاطفال كانوا يسمعون كلام الدكتور. نعم. وانا يهمني كان هذه الرساله توصل. مرات اقول حق الطفل لو سمحت وخر شوي، يعني طبعا هاي كلمه وخر او اخر او تاخر على اساس عيونه ما نبغى تتاثر عيوبه. هذه كنت تقولها حقنا في التلفزيون اصلا كانك تشوفنا. كنت تحسنتي. فيجيني واحد نهار ثاني يقول لي والله مشكور الاولاد كلهم تاخروا. قلت له هذا الهدف، هو الهدف ان اوصل معلومه حق الطفل، اقول له وخر ويسمعون كانوا كلام الحقيقه كلام الدبدوب. ولما يجي الناس يقولوا لي والله اولادنا استفادوا من الدبدوب او المعلومه اللي تقولها في التلفزيون او تقولها على المسرح. نعم. استفادوا منها، تعطيني دافع ان استمر في هذه الشخصيه واستمر في تربيه الاطفال وكتابه الطفل. نعم. نعم. استاذ كيف نقدر نحكم اذا هذا البرنامج للاطفال هو مناسب للاطفال او لا؟ للمراقبه طبعا لازم نراقب. اذا كان نحن نكتب لازم نكون نراقب المادة اللي بنقدمها حق الطفل، وإن كانت جايتنا من الخارج. نعم. نفس الشيء نراقبها. لما كنت أنا في التلفزيون في قسم الأطفال كنا فعلا نراقب المادة اللي جايتنا من الخارج، لأن المادة ما بنحنا كاتبينها، كاتبينها ناس ثانيين. صحيح. حتى اللي هم مختصين في الأطفال، ولكن بعد إحنا لازم تماشى مع سياستنا مع سياسة الدولة شو حق الطفل، لأن الطفل مجرد طلعت كلمة. معناتها راح يقول والله أنا تعلمتها بابا. نعم. وين يبتل الكلمة أنا تعلمتها من المسلسل الفلاني. صح. أو من البرامج الفلاني. عشان كذا نكون حريصين لتقديم المادة. نعم. البرامج المدبلجة التي طبعا الحين اليهال قاعد يتابعونها، الأفلام الرسوم المتحركة. ايه؟ المدبلجة، خلينا نتكلم عن تأثيرها اللغوي والثقافي. شوفي تأثيرها في سلبي، يعني خلينا نقول. نعم. في ليش في؟ لان هذه الماده ما بنحنا عادينا، مش بيئتنا، مو من بيئتنا. فاحنا نقول لكل شخص مسؤول عن برامج الاطفال ان كان في المحطات. نعم. او حتى خارج المحطات انهم يراقبون، خاصه اللي جاي من الخارج، خاصه الكتاب مو بنحنا كاتبينها. صحيح. البيئه ثانيه، البلد ثاني. نعم. علينا نحن نكون دقيقين في اختيارها وفي توصيلها لاولادنا. نعم. استاذ، هل خلينا نقول ان استخدام الاطفال لمواقع التواصل الاجتماعي في سن مبكره يدل على ان في مؤشر خطر، خاصه ان جيلنا يمكن ما كان في وسائل للتواصل الاجتماعي؟ هو في خطر، ولكن الخطر هذا اذا كانت الام والابو يراقبون هذا الخطر، يعني بمعنى ان الطفل ما نعطيه ساعتين وثلاث ساعات واربع ساعات، لانه راح ياثر عليه على النظر وعلى الدماغ، راح يتاثرون هالاثنين. فما يمنع ان نحن نعطيه برامج يتعلم منها ونراقبه في نفس الوقت، نص ساعه يلا قوم بابا. صحيح. ليش قوم في القومه هذه نقول له روح شوف شجر شيء خضر. صحيح. عشان النظر يغير، يتغير عنده الالوان اللي شافها، لكن خليه بالساعه وساعتين طبعا سلبي وخطير. دبدوب من جيل الطيبين ما عنده مواقع تواصل اجتماعي؟ لا لا عنده. عنده؟ عنده. هي عنده واتساب وعنده فيسبوك وعنده كل شيء عنده هذا. ما شاء الله عليه. ايه يرسل بعد بس الحين ساكت عادي. هو شكله راقد اكيد. الاستاذ الكاتب والاعلامي جاسم عبيد، شكرا على تواجدك اليوم معنا برنامج 7 7. وفعلا نقول رجع الايام الطيبين. فعلا. شكرا. انا سعيد بوجودي وياكم، وشكرا لكم انتم، وشكرا للمصورين، وشكرا للمعد. نورتنا. وشكرا للمخرج اللي اعطيتونا هذا الوقت الطيب ان اكون بينكم وبين اخواني من خلال هذه القناه الطيبه، قناه الفجيره. واجب علينا. الله يعطيك العافيه. ومشاهدينا اكيد مكملين معاكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا.
حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7 وفقراته مكمله وياكم. الحين بنروح لجهاز سهل من اسمه واضح، هو المنظومه الجديده لجهاز سهل اطلقتها القياده العامه لشرطه ابوظبي. والمزيد من التفاصيل مشاهدينا معنا عبر الهاتف الرائد طلال مقبول احمد، مدير فرع تطوير الخدمات الذكيه في مركز نظم المعلومات والاتصالات في شرطه ابوظبي. مرحبا بك رائد طلال، منورت البرنامج. مرحبتين ومساكم الله بالخير. الله يعطيك العافيه. في البدايه رائد طلال، بنتكلم عن المنظومه الجديده لجهاز سهل. طبعا جهاز سهل يوفر خدمات ذكيه للمتعاملين. نعم. تشمل خدمات ترخيص المركبات وترخيص السائقين وخدمات دفع المخالفات. نعم. تم توفير الأجهزة طبعا هدف التسهيل على المتعاملين لتبسيط الإجراءات من خلال إضافة قناة جديدة من قنوات تقديم الخدمة. نعم. بحيث يساهم في رفع مستوى الرضا والسعادة لدى المتعاملين. نعم. الجهاز تم تطويره على عدة مراحل في السنوات الماضية، ذلك بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجال. نعم. كما تم عمل زيارات ميدانية لمعارض ومؤتمرات عالمية متخصصة للاطلاع على التقنيات المستخدمة في تطوير هذه النوعية من الأجهزة. نعم. الجهاز بالتصميم الحالي يتميز بمواصفات فنية حديثة وخصائص أمنية عالية. نعم. بحيث يتيح للمتعامل 3 خيارات للدخول. نعم. الخيار الأول استخدام بطاقة الهوية الإماراتية وهو الخيار الأمثل، حيث يقوم الجهاز بالتعرف على المتعامل من خلال استرجاع بيانات الهوية. الخيار الثاني استخدام اسم المستخدم والرمز السري الخاص بالتطبيق الذكي لشرطة أبوظبي. كذلك هناك خيار ثالث تم تفعيله في الفترة الماضية وهو منظومة الدخول الذكي، هي منظومة اتحادية تم تطويرها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات. نعم. رائد طلال، خبرنا شو هي عناصر الابتكار في جهاز سهل؟ والله عناصر الابتكار في الجهاز عديدة. طبعا هو أول جهاز يصدر وثيقة رسمية، حيث أنه الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة، بحيث يسمح للمتعامل أن يقوم بإجراء معاملة تجديد رخصة المركبة ومن ثم طباعة واستلام بطاقة ملكية المركبة من خلال الجهاز. طبعا العملية كلها هذه تتم يمكن خلال دقيقتين بس. نعم. رائد طلال، نتعرف على المواقع المتوفرة فيها الأجهزة. طبعا مواقع الأجهزة تم توزيع أجهزة سهل في إمارة أبوظبي مختلف مناطقها الجغرافية. نعم. مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، حيث تم توفير الأجهزة في مراكز الخدمة التابعة لمديرية ترخيص السائقين والآليات ومديرية المرور والدوريات. نعم. كذلك في الفترة الماضية تم التعاون مع شركة أذنك أحد الشركاء الاستراتيجيين للقيادة العامة لشرطة أبوظبي. نعم. لتوفير أجهزة في محطات الوقود التابعة لأذنك، وبالتحديد في واحات أذنك المنتشرة في إمارة أبوظبي. نعم. أيضا تم توفير أجهزة في عدد من مراكز خدمات هي مراكز تقدم خدمات حكومية شاملة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى الأجهزة الموجودة في عدد من المراكز التجارية الحيوية مثل ياس مول. نعم. رائد طلال مقبول أحمد، مدير فرع تطوير الخدمات الذكية في مركز نظم المعلومات والاتصالات في شرطة أبوظبي، شكرا لك على المعلومات اللي زودتنا فيها عن جهاز سهل. الشكر لكم على إتاحة الفرصة لنا للحديث عن منظومة سهل عبر البرنامج. شكرا لك، يعطيك العافية. مشاهدينا مكملين وياكم برنامج 7 على 7، ولكن بعد هذا الفاصل خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا. انتشرت في الآونة الأخيرة أندية التوست ماسترز في كثير من الدول التي يتدرب فيها الأعضاء على تطوير مهارات التواصل والخطابة والقيادة. للمزيد من التفاصيل بنرحب بضيفتنا في الاستديو الأستاذة إيمان السويتي، مدرب معتمد في القيادة والتأثير الفعال وكوتش أيضا. أهلا مرحب فيك. حياكم الله. حياك الله سيام ومروح حبيبتي، نورتينا. شو المقصود بالتوست ماسترز؟ نحن في أول الحلقة على فكرة نقعنا فيها لأن الاسم طول الحلقة نفكر فيها كيف بننطقها، بس الحمد لله الحين في هذه الفقره مرت على خير. خلاص اوكي. في ناس وايد، اول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام. نورتينا. يعني يمكن انا لو اذكر حتى اول لقاء لي في منظمه التوست ماستر كنت نفس السؤال هذا يطرح في بالي، يعني تم يمكن كم سنه لما انا وصلت للجواب يعني. فببسط لكم اياها. في ناس كثير تجي اجتماعات اللي هي توست ماستر وتي تقول يعني وين التوست؟ الناس تفكر انه في توست، في توست بالموضوع وان في اكل يا عمي من باب اللي هو التوست اللي. لكن هي كتعريف هي منظمه عالميه وتتكلم عن
يعني تم تأسيسها من زمان، يعني من مؤسسها رالف سميدلي. أستاذ إيمان شوية بنطلع بريك وبنرجع لك مرة ثانية. أوكي مشاهدين، بريك بسيط ورادينكم مرة ثانية. توست ماسترز هذا مشكلة على فكرة شكلها مرت على خير. نكمل عن المفهوم التوست ماسترز. يا ليت يصير عندي عطل تقني. لا هي حبيبتي أستاذة مروة، شوفي هي توست ماستر. توست ماستر. التوست في ناس تعتبره توست، لكن أقول لك بحد في الموضوع بزيادة، لدرجة أنك اكتشفت أن التوست ماستر تي أصل الكلمة. لو تشوفين مثلا في عزايم رايحين، والله I want to propose a toast، يقول لك والله I want to propose a toast. فهذه تعبير مجازي أن هذا الشخص عنده بلاغة في الخطابة. جميل. يعني مثلا في فرح أو في عزيمة أو في مكان اجتماعي، التوست ماستر هذا شخص عنده قدرة بلاغية. وتوحقنا احنا فيها. هي عنده قدرة بلاغية. هو قدرته البلاغية أنه حتى يعني يدير الحوارات، يقول له أنا بعرفكم على فلان كذا كذا كذا. يكون هو دائما المتحدث الرسمي في المناسبات، هو اللي ينظم الفعاليات. يسموها بلاغة في الخطابة ولا أسهل من التوست ماستر. هي كلمة أصلها أجنبية يعني، وعارف أنت الأصول يعني أصلها كانت كذا، ونحن أصلنا عرب. وضعت في الترجمة. فهي تي الكلمة هي تي أصلها، ولكن مش هو الغرض منها اليوم. الغرض منها أنك أنت لما تدخل في أندية التوست ماستر، القصد أنك تتقوي مهاراتك. نعم. التواصل الفعال. نعم. القيادة. هني بنتكلم عن البرامج. هي. هذه البرامج. هي. التعليمية في توست ماستر. التوست ماستر هو عبارة عن برامج تعليمي من زمان موجود. نعم. ولكن مر مراحل تغير كل فترة. الفترة اللي طافت لحد السنة هاي تم تفعيل برامج الباثوي اللي هو المسارات، لكن قبل كان في مسارين اللي هو الكوميونيكيتنج المتواصل الفعال. نعم. واللي هو القيادي. فالشخص شو يطور؟ يقدم خلال هالفترة 10 مشاريع، من أول مشروع اللي هو كسر الجمود، كيف أنت توقفين تتكلمين عن نفسك وشي. أحيانا الشخص في البداية يكون عنده خجل. نعم. أنت عارفة طبعا أكبر رهبة للشخص عقب الموت، يعني يقول لك الخوف من الوقوف أمام الجمهور. نعم. صحيح. فهذا خوف كبير يعني، أنا شخصيا خذها مني يمكن سنتين في البداية، كنت خجل عندي لحد ما تغلبت عليه. نعم. فهالشيء اللي خلاني أسعى أن أنا أسس أحيانا نادي، لأن في رهبة وايد كبيرة للجمهور. هي. أحس أن تتحدثين أمام الملأ. صحيح. هي. لأن الواحد أحيانا يخاف من كيف الناس تنظر له. فجزء من هالشيء انه يساعد اي شخص بادي مبتدئ انه يطور هالمهارات. فتبتدين من كسر الجمود، تبتدين مشاريع لحد ما تخلصين العشر مشاريع، يكون انه اللي هو عنده متواصل فعال. وفي مهارات ثانيه في القياده، انه هو يبتدي يشارك في ادوار قياديه مع الفريق، يتعاون معاها وشي. الحين نحن هالسنه تم تفعيل برامج المسارات، وهو برامج تعلم ذاتي. فانت في الموقع تدخلين، مجرد ما انه يكون شيء، يكون عندك 10 مسارات تختارين بينهم. نعم. هل انت تبين تطوير القياده عندك، تبين تطورين مهارات الاستراتيجيه. نعم. الرؤيه، المفاوضات، تبين تطورين مهاراتك في الالقاء واكثر، ممكن على حسب التخصص اللي تبينه انت. نعم. يعني في مسارات، ممكن حتى الفكاهي، في ناس. نعم. تبى تدخل تقدم في الفكاهي، في ناس عندها مهارات في سرد القصه، الستوري تيلينج. نعم. فتتقدمها بطريقه شو حلوه. شو شروط الانضمام للتوست ماسترز؟ هي توست ماستر لو جيتي دخلتي تي ام اي، دخلتي الموقع توست ماستر، بتشوفين انديه في كل مكان، في الفجيره، في ابو ظبي، في الامارات كلها. نعم. انديه، بس اغلب الانديه موجوده بالانجليزي. حاليا احنا قاعدين في طور تاسيس يعني نادي جديد للسيدات، وهو اول نادي يعني يكون فيه اللغه العربيه والانجليزي، يعني ممكن انه يقدمون. فاي حد يقدر يقدم، تبين الصدق. نعم. اي حد يقدر انه ينضم، خصوصا الشخص اللي عنده شوي خجل، يبقى انه يطور مهاراته. ان شاء الله منضم لكم استاذ ايمان سويدي، مدرب معتمد في القياده والتاثير الفعال وكوتش، على تواجدك اليوم معنا في استوديو 7 على 7. نورتينا. الله يعطيك العافيه. والحين وصلنا للختام. مشاهدينا وصلنا للختام، اتمنى نشوفكم ان شاء الله باكر مع مواضيعنا الجميله والمتنوعه. في امان الله.